أحدث أخبار قناة الكأس الرياضية، نحييكم. هذا موجز لأهم الأخبار. تنطلق بعد قليل الجولة السابعة لدوري نجوم كيو أم بي لكرة القدم. ضربة البداية ستكون بقمة الأهلي والسد، والجولة الجديدة تقام على مدار 3 أيام وتقدم سلسلة من المواجهات القوية، أبرزها قمة الريان وقطر وحوار الخور وادحل. على ملعب حمد بن خليفة ستفتتح اليوم مباريات الدور بلقاء فريق الأهلي مع ضيفه السد. السد كان قد تعرض لخسارته الأولى هذا الموسم أمام غريمه الريان في الجولة الماضية، لكنه لا يزال حاضرا بقوة في السباق على صدارة الترتيب، حيث يحتل الوصافة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عند حيل صاحب الريادة. تبدو مهمة العميد والذي تعادل في الدور السابق مع العربي صعبة، إلا أنه يسعى لتحقيق الفوز والابتعاد عن مناطق الخطر للتخفيف من حدة الانتقادات التي تلاحق مدربه كبارس. تحت الأضواء الكاشفة لحلبة لوسيل الدولية انطلقت اليوم فعاليات جائزة قطر الكبرى الجولة 12 والأخيرة من منافسات بطولة العالم للسوبر بايك. البريطاني جوناثان ريا دراج فريق كواساكي يتطلع للاحتفال بلقبه الذي حسمه في الجولة الماضية، فيما يتنافس مواطناه هاشاس دافاز دراج دوكاتي وتوم سايكس دراج فريق كواساكي على المركز الثاني. ستشهد الحلبة الليلة مشاركة 32 متسابقا في التجارب الحرة الأولى والثانية ضمن منافسات الفئة الأقوى وهي السوبر بايك، أما فئات السوبر سبورت وضمن التجارب الحرة الأولى والثانية ستنطلق بمشاركة 37 متسابقا، بينهم دراج العنبي مشعل نعيمي وصليتي بعد فوزهما بالبطولة المحلية للسوبر سبورت. استضاف نادي قطر الرياضي صباح اليوم فعاليات النسخة 11 لليوم الترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية بالتعاون مع الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. شارك في اليوم الترفيهي 5 مراكز مختصة بذوي الإعاقة، تمثلوا فيما يقرب من 130 مشارك ومشاركة من كافة الإعاقات السمعية البصرية الحركية والذهنية، في حين شارك في الفعالية كل من اللاعبين عبد الرحمن عبد القادر وسارة مسعود اللذان أحرزا أول ميداليتين فضيتين في الألعاب البارالمبية ريو 2016. هذا وتسعى اللجنة الأولمبية من خلال هذا الحدث السنوي إلى إشراك فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم في المجتمع القطري ومنحهم الفرصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم فيما يتعلق بالمجال الرياضي. الخارطة الاستراتيجية بالنسبة للجنة الأولمبية القطرية هناك شركاء لها منها المجتمع، والاحتياجات الخاصة جزء من هذا المجتمع. نحاول أن ننشر الثقافة الرياضية ونمط الحياة الصحي. احنا نحرص كاتحاد طبعا على نشر هذه الرياضة طبعا في ذوي الإعاقة طبعا لدمجهم، هو الهدف الأول لدمجهم في المجتمع طبعا ولتعودهم طبعا على التعود على مشاكلهم، والرياضة طبعا هي الطريق السريع للدمج في المجتمع. اختتمت اليوم في نادي السد دورة مدربي كرة القدم الفئة ب والتي تقيمها اللجنة الفنية بالاتحاد القطري لكرة القدم. المدربون خاضوا على مدار شهر دورات نظرية وعملية تلقوا من خلالها أبرز المستجدات في عالم كرة القدم وتحت إشراف نخبة من المدربين في اللجنة الفنية. وتواجد في الدورة مجموعة من نجوم كرة القدم المحلية والعربية، أبرزهم يونس علي لاعب منتخبنا الوطني والنادي الأهلي، والنجمين المصريين محمد أبو تريكة ووائل جمعة. وفي ختام الدورة وزعت شهادات المشاركة وتكريم على المدربين المحاضرين والخريجين. كابتن محمد عبد العزيز جادو.
هذه الدورة التدريبية المستوى به هي سلسلة الدورات التدريبية المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. طبعا احنا نظمنا هذه الدورة في حسب الرزنامة السنوية اللي تعدها الإدارة. طبعا هدف الإدارة من هذه الدورات الارتقاء بمستوى التعليم في الاتحاد القطري لكرة القدم في المنظومة الكروية بشكل عام. وطبعا احنا دائما نؤمن ان العملية التدريبية او تطوير اللاعبين تنشأ من خلال تطوير المدربين. صعد توتنهام هوتسبير إلى دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه الثمين على ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بثلاثة أهداف لهدف ضمن المجموعة الثامنة. تقدم توتنهام في الشوط الأول بهدف ديلي آلي في الدقيقة 27. في الشوط الثاني واصل آلي تألقه حيث تمكن من إضافة هدفه الثاني للفريق الإنجليزي في 56 قبل أن يضيف زميله الدنماركي كريستيان إريكسون الهدف الثالث في الدقيقة 65. بينما تكفل النجم كريستيانو رونالدو بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه للريال في الدقيقة 80 محرزا هدفه 11 بعد الماء خلال مسيرته بدوري الأبطال. بدوره صعد مانشستر سيتي للدور ذاته عن المجموعة السادسة بعد فوزه خارج الديار أمام نابولي، كما حقق ليفربول فوزا مريحا بثلاثية عندما استضاف ماريبور السليفوني، ونفس الأمر يتعلق ببورتو البرتغالي الذي فاز على لايبزيغ الألماني. فلامينغو إلى نصف نهائي بطولة كوبا سودا أمريكانا لأندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم بعد أن تفوق على فليمنسي بإجمالي 4-3 إثر تعادله على أرضه بثلاثة أهداف لكل فريق. فلامينغو أنهى اللقاء بأفضلية هدف الذهاب الذي تفاجأ به لفلومنسي عن طريق لوكاس ماركيز في الدقيقة 3، لكن فلامينغو سرعان ما أدرك التعادل بواسطة دييغو كافالييري في الدقيقة 10، غير أن فلومنسي عاد مرة أخرى للتقدم بهدف من ريناتو شافيز. في الشوط الثاني رفع فلومنسي تفوقه إلى 3 أهداف عندما أحرز ريناتو شافيز هدفه الثاني. بعد ذلك قاتل فلامينغو حتى قلص الفارق عبر فيليب فيزو في 68 قبل أن يحرز ويليان أراو هدف التعادل في 84. في مباراة أخرى تأهل ليبرتاد الباراغواني إلى المربع الذهبي بعد أن نجح في إجبار مضيف ريسينغ كلوب الأرجنتيني على التعادل دون أهداف مستفيدا من تفوقه بهدف نظيف في مباراة الذهاب. نهاية الموجز، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.